السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأولى متوسط، لا تكونوا كمان بخير. اليوم أعزائي تلاميذي تنكمل معكم بكتابكم كتاب الدروس، كتاب اللغة الإنجليزية لصفحة 103 104. وما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجابكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك راه موجود جزء أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. توجور أعزائي التلاميذ هذا فضلا وليس أمرا. هيا نبدأ على بركة الله. كنا صفحة 103. I don't يعني أنا لا أفعل. في الأولى تلاحظوا في صفحة 101 102 تعرفنا على بعض القواعد المدرسية اللي لازم نديروها في المدرسة. دوكا مدنا بعض الأشياء اللي لازم ما نديروهاش في المدرسة. نبدأ. I don't eat food or bring my cell phone to the classroom. معناها I don't eat food، أنا لا أكل طعام، يعني ما نأكلش في or bring my cell phone أو إحضار الهاتف يعني نقال to the classroom يعني في القسم، يعني ما نأكلش وما نحضرش الهاتف في القسم. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى. I don't chew gum in class. معناها لا أنا لا أمضغ الشوينغوم العلكة في القسم. بالنسبة للقاعدة الثالثة. I don't arrive late. يعني I don't arrive يعني كما نقولوا لا أتي متأخر، يعني لا أصل متأخر. No I don't throw letter on the floor. معناها no لا I don't throw لا أرمي letter القمامة on the floor في الأرض، نفايات في الأرض. No I don't throw letter on the floor. I don't write on the walls and the tables. يعني I don't write أنا لا أكتب on the walls يعني في الجدران and the tables وفي طاولات. وش قالك في القاعدة الأخيرة؟ I don't shout in my classroom. معناها أنا لا أصيح أو كما نقول نعيطو في القسم. alors I don't eat food or bring my cell phone to the classroom. I don't chew gum in class. I don't drive late. No, I don't throw letter on the floor. I don't write on the walls and the tables. I don't shout in my classroom. بالنسبة صفحة 103، روحوا أعزائي التلاميذ لصفحة 104. وش قال لك صفحة 104؟ task number 1. I tick the correct box. معناها ندير علامة في الخانة المناسبة. I do أنا أفعل. I don't أنا لا أفعل. مدونا هنا بعض القواعد اللي لازم نديروهم. الحاجة نديروها نديرو علامة في هذه الخانة، حاجة منديروهاش نديرو علامة في هذه الخانة. Greet my teachers every morning. Greet معناها أحيي my teachers أساتذتي أو يعني معلمين توعي every morning في كل صباح. Arrive late to class معناها يعني أصل متأخر في للقسم. Eat food in class معناها أكل طعام في القسم. Respect my friends أنا يعني احترام أصدقائي. Keep my class clean معناها أنا أحافظ على نظافة قسمي. Shout in class معناها أصيح في القسم. Listen to my teachers يعني أستمع لأساتذتي. Work hard in class معناها أعمل يعني بشكل كما نقولوا بجد في القسم. Cheat on exams معناها الغش في الاكزامز هما الامتحانات. Do my homework القيام بواجبي المنزلي. نبدأ قاعدة أولى. وش قال لك؟ greet my teachers every morning معناها أحيي أساتذتي كل صباح. هذه حاجة مليحة ولا مش مليحة؟ حاجة يعني مليحة ويلزم نديرها. So I do
I have to do يعني يجب علي أن أفعلها. arrive late to class معناها أصل متأخر للقسم. هذه حاجة مليحة ولا حاجة مش مليحة؟ يعني هذه إذا نديرها إذا ما نديرهاش يعني باسكو ما يزيدش نصل متأخر للقسم. I don't eat food in class معناها أكل الطعام في القسم. هذه حاجة ما يلزمش نديرها. I don't respect my friends معناها أحترم أصدقائي. احترام جيد يعني شيء جيد. على I do keep my class clean معناها أنا أحافظ على نظافة قسمي. هذا شيء جيد. So I do shout in class معناها الصياح في القسم. هذا شيء مش جيد. I don't listen to my teachers معناها الاستماع ل يعني معلمين تبعي. هذا شيء جيد. Yeah I do work hard in a class معناها يعني العمل بجد في القسم. So I do هذا عمل يعني عمل جيد. cheat on exams معناها الغش في الامتحانات. هذا يعني شيء مش جيد. so I don't do my homework يعني أقوم بواجباتي المنزلية. هذا شيء جيد. so I do greet my teachers every morning. yeah I do arrive late to class. no I don't eat food in class. I don't respect my friends. yeah I do keep my class clean. yeah I do shout in a class. no I don't listen to my teachers. I do work hard in a class. yeah I do cheat on exams. no I don't do my homework. yeah I do. هذا بالنسبة لتاسك نمبر 1 بالنسبة للتمرين الأول. نروح تاسك نمبر 2 تمني ثاني بشي يقول لك I look, listen and repeat. أنا أرى أسمع وأردد. It is not raining. Akram is watering the flowers. وش معناها؟ هي لا تمطر. Akram is watering the flowers. Akram هو يسقي the flowers هما الزهور. The second sentence وش تقول؟ Is Razan picking up the flowers? No, she's not. She's helping Eunice to clean the school garden. وش معناها؟ Is Razan picking up the flowers؟ يعني هل Razan تقطف الأزهار؟ No, she is not. لا هي لا تقطف الأزهار. She is helping Eunice to clean the school garden. هي تساعد يونس يعني في تنظيف حديقة المدرسة. So it's not raining. Akram is watering the flowers. Is Razan picking up the flowers? No, she's not. She's helping Eunice to clean the school garden. صراحة تكونوا أعزائي التلاميذ تبعتوا معي خطوة بخطوة. نتلقى إن شاء الله في عدد جديد. مع السلامة.